ظلام الجهل ليتك معنا، ما أغفلنا دور العقل وتراجعنا بين الأمم، ليتك معنا نرفع ظلما ننصر حقا، ليتك معنا من قسمت أمتنا فرقا، بسلام نحيا وبقوة لنعمر في أرض الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من الموسم الثاني من صانع الحضارة. في هذه الحلقة سنتكلم على آلة مهمة في موضوع الوقت والزمن والجغرافيا، اخترعها أو ساهم في تطويرها المسلمون، اللي هي الاسترلاب. كثير من المشاهدين شافوا الحلقات اللي فاتت كانوا يقولوا لي وش الفائدة من أننا نتكلم على هذه الآلات. الإجابة راح تكون في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن الحلقة اليوم راح نتكلم على الاسترلاب. الاسترلاب مهم جدا، لأنه الغرب اليوم استعمله وطوره، استعمل المعادلات اللي فيه في القمر الصناعي العسكري والقمر الصناعي لبث القنوات التلفزيونية، ويستعمل اليوم في الملاحة الجوية والملاحة البحرية. يعني نحن نتكلم على باز في القاعدة، ما هي الأرضية التي انطلقت منها كل هذه الاختراعات الكبيرة اللي اليوم مغيرة حياتنا. مع الأستاذ عبد الله سبتي، مرحبا بك أستاذ في حلقة جديدة من صانع الحضارة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك أستاذ، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أستاذ. حبينا نفهم بلمحة سريعة، من اخترع الاسترلاب، وكيفاش وما هي مكوناته؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سعيد جدا في لقائي مع الدكتور محمد في برنامج صانع الحضارة. اليوم إن شاء الله عز وجل مع برنامج أو مع موضوع الاسترلاب هذا. الاسترلاب هو أداة، أداة من أدوات التي اشتهرت في الحضارة الإسلامية منذ القرن الثاني تقريبا، وكان معروف عند المسلمين واستعمل في مجالات كثيرة. وإن كان قبل الإسلام كان يعني موجود، يعني الآثار والمصادر تشير أن حتى الأمم السابقة كانت تعرف الاسترلاب، ولكن لم يكن بالدقة التي دقق فيها يعني المسلمون في ضبط مطالبه الميقاتية، يعني ما تنتجه. لاحظت أستاذ في قراءة أنه أحد المخترعين الغربيين اليونانيين اسمه ثيون في القرن الرابع الميلادي، يقال أنه هو من اخترع، ثم لما المسلمين جابوها وطوروها، هناك من يقول أنه اخترعت مريم استرلاب بمراهق. على وجه التحديد لا يعلم الشخص، ما كانت معلومة، لأنه الاسترلاب هو عبارة عن أداة تحاكي الكون، أداة تحاكي الكون، يعني كل ما يجري على القبة السماوية التي مرت معنا في الحصص السابقة. تم إسقاطها، يعني القبة السماوية في القبة الكروية تم إسقاطها على مستوين. فصارت الترواديس نعم، محور ميم سين ميم عين، بعد ما كان ثلاثة، ميم سين ميم عين وميم ميم صاد، يعني فصار أداة يعني تحاكي حركة الأفلاك في القبة السماوية، الشمس والنجوم وغيرها من الأجرام السماوية التي يعني تتحرك طول الليل وطول النهار، يعني وتشرق وتغرب وهكذا. ممتاز، يعني ممتاز. أما من عرف به عند المسلمين هو يقال أنه إبراهيم الفزاري ابن حبيب توفي 160 هجرة، يعني سنة 160 هجرة، معناتها القرن الثاني، يعني كان معروف، يعني ممتاز. ثم اشتهر يعني وهو أنواع كثيرة، الاسترلاب المسطح، الاسترلاب الكروي، يعني أصناف كثيرة، يعني كلها يعني في أساسها هو ضبط الوقت ومحاكاة يعني الشروق والغروب والزوال والعصر والليل، يعني أجزاء الليل محاكاة فلكية للأجرام، تأخذ بعدي الزمن والمكان. الزمن والمكان، نعم. ممتاز. هذه أداة حتى قيل هو علم، يسمى علم الاسترلاب، نظرا ل
قد يعني هناك طلبات معقدة، وأقصد يعني مش عقدة، يعني فيها مطالب كثيرة قد تفوق 100 مطلب، تعطيك 100 فائدة فلكية. يعني أستاذ أنا شفت في أحد في أحد البرامج اللي تكلمت على الاسترلاب أنه محاولة المحاكاة نتاعو تحولت إلى معادلة، وهي التي استعملت فيها الفكرة اللي أسس بها القمر الصناعي اليوم، اللي ياخذ يعطي يقدر يعطيك المكان والزمان والبث و و نعم. يعني هو في الحقيقة الاسترلاب هو جمع لما سبق من الحس السابقة، فيه الدائرة الهندية وفيه القبة السماوية وفيه مواقيت الصلاة ومواقيت والوقت بصفة عامة يعني. وفيه أيضا الربع المجنح. وفيه أكيد فيه يعني يجمع عدة آلات في آلة واحدة. في آلة واحدة، وكانت خفيفة المحمل يعني توضع في الجيب، يعني مش كبيرة يعني. في كيمة كبيرة كيمة هذا. يعني آلة تعليمية يعني، هذه آلة تعليمية. وأيضا أستاذ لاحظت أنه في بعض الدول الإسلامية يباع الاسترلاب صغير هكذا، يمكن شراؤه ولا لا؟ أنا سافرت يعني وين ربي قدرنا سافرنا لدول عديدة. لم نجد استرلاب يباع، لان غالبا انها موجوده في المتاحف غالبا، لانها تراث امه، لا يباع هذا يعني اداه كانت موجوده قديما تباع غير معقول، لانها تحفه اثريه قيمية. قصدي ممكن كفكره ممكن انه هذا لبعث او لبث الثقافه وهذا العلم في الشباب في جيلنا، لبث الحضاره او منتوجات حضارتنا، يمكن أنه يتم تصنيع هذا باش يعد متاح للشباب بشرط أنهم يتعلموا كيف يتم استعماله كدا بطريقة صحيحة. وهذا هو فضل علم الميقات، علم الفلك بوجه عام. يعني هذا علم الفلك هو وضعية إدماجية لعلوم كثيرة، الرياضيات والحساب والتاريخ والجغرافيا، خطوط الطول وخطوط الأرض والفلك يعني، وحتى في الفصول في الزراعة في الفلاحة يعني. فصار علم الميقات وعلم الفلك يعني يجمع العديد من الدراسات يعني في بضبط البعدين الزمني والمكان. ممتاز يعني ممتاز. نروح للمكونات أستاذ أو طيب صورة عامة. هذه الاسترلاب يعني أداة كما ذكرنا من قبل تحاكي الكون، لها وجهان، لها هذا الوجه يسمى الظهر وهذا يعني يسمى الوجه، ولكل وجه تركيبه ويعني وأداته يعني ووظيفته في إعطاء أو في يعني مطلب الفلك الذي يمنحه للراصد. فأنا يعني ممكن أن نفككه ونحاول أن نعرف يعني قطعة يعني. جيد. نعم. حيث نحط المشاهد في الصورة. نعم. نحطها هنا أستاذ. هكذا. هكذا. وهكذا. طيب هذه لاكارت مير كان يسموها الحجرة اللوحة الأم، أو تسمى الأم قديما. الأم هذه لوحة تجمع جميع أجزاء الاسترلاب، فيها الظهر هذا وفيها الوجه. فهذا الوجه يعني أهم ما يوجد فيه هو قوس يعني درجة من 0 إلى 360 درجة، فيها تدريج الدائرة 360 درجة، وفيها 24 ساعة، فيها من الزوال إلى منتصف الليل إلى زوال، يعني فيها 24 ساعة في يعني في اليوم. وبداخلها يعني هناك فجوة تسمى الحجرة، فجوة حجرة فيها جداول، غالبا ما كانوا المؤقتون يضعون فيها أسماء مدن مشهورة معروفة في العالم الإسلامي وفي تنقلتهم، اسم المدينة أو اسم الحاضرة أو البلد يعني، وخطوط الطول وخطوط العرض، خط الطول بالدرجات والدقائق وخطوط العرض بالدرجات والدقائق كذلك. هذه اللوحة الأولى التي يعني قلنا اللوحة الأم. لوحة الأم نعم. لاكارت مير كانت معروفة يعني قديم هذه الاسمية الأم أو صفيحة الأم يعني. وبداخلها الفجوة، عبارة عن فجوة تملأ بصفائح سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل، هذا يسمى الوجه. أما الظهر
الظهر ف يعني يحتوي على اجزاء كذلك على تخطيط تخطيطات يعني منقوشه قديمه كان يصنع من النحاس غالبا نحاس اصفر بدقه يعني كبيره يعني فيه اول قوس يسمى قوس الارتفاع من 0 ل 90 الى 180 طردا وعكسا طلع من ورجع من طردا وعكسا وفيه كذلك البروج الاثنى عشر البروج الاثنى عشر التي مرت معنا في قبة السماوية الحمل والثور والجوزاء وغير ذلك كلها مدرجة درجة درجة في كل برج قلنا شحال 30 درجة هذا ثم يلي دائرة أخرى هي دائرة السنة الميلادية جانفي فبراير مارس أبريل حتى ديسمبر وتطابقها مع هذه البروج مع البروج يعني ف 21 مارس يوافق واحد الحمل 21 جوان يوافق 21 واحد سرطان 21 23 سبتمبر يوافق 31 الميزان و 21 ديسمبر يوافق 1 الجدي كابريكورن الجدي هذا نعم ففي كل فصل عندنا ثلاث بروج ومعروفة محددة حددت سابقا بماذا بالدائرة الهندية بداخلها تختلف الأسترلابات بداخلها منهم من يضع الربع المجنح أو عفوا الربع غالبا الربع المجيب جيب يعني يحسبوا جيب وتجيب هذه قديمة أنا الآن حاول بعد حين نعطي مثال على الأقل واحد وفيه هناك ذلك خط القبلة يختلف من مدينة أخرى هذا خط القبلة لمدينة الجزائر العاصمة جيد نعم وفيه هذا مستطيل أو مربع الظل هذا مربع الظل يعني تعرف وقت الوقت بالظل يعني بالظل يعني هذا يسمى الظل المبسوط وهذا يسمى الظل المنكوس يعني عنده يعني علاقة بارتفاع الشمس إذا عرفنا ارتفاع الشمس نقدر نعرفه طول الظل الشخص إذا كان عنده هذا الشخص طوله مثلا 6 سنتيمترات نقدر نعرفه بارتفاع الشمس كم طول الظل ونحتاجه للظهر والعصر ولبقية الأوقات هذا على العموم ما يوجد في الظهر هناك أجزاء أخرى للأسترلاب أهمها أو لا أقول أهمها الجزء مهم جدا هذا تسمى العنكبوت هذه تسمى العنكبوت هذه العنكبوت ما هي عبارة عن ماذا عن القبة السماوية السابقة اللي كنا فيها نجوم هذا مبعثرة يعني مبثوثة مش مبعثرة مبثوثة في القبة السماوية تم إسقاطها على لوح نحاسي يعني هذا ألمنيوم كل حال اسمه بروجيكسيون على إسقاط نعم إسقاط على صفيحة 2D باش خرجت لنا هذا والصفيحة هذيك موجودة على ماذا موجودة عند خط الاستواء السماوي معدل السماء جيد فنسقط هناك نجوم تمل فوق المجموعة اللي فوق القبة السماوية تنزل إلى الصفيحة هذه وهناك نجوم القبة السماوية الجنوبية تطلع إلى هنا جيد. فتشكلت لنا هذه النجوم يعني بصيغة أخرى أستاذ تحتاج تخيل هندسي عالي باش تقدر تتخيل كيفاش يتم طيبة. إسقاط هذا الأمر فهذه الشظايا تسمى شظية هذه شظية بيك إيش إبر هذا هذه عبارة عن نجوم مشهورة في السماء حوالي هنا 40 نجما في السماء معروفين في السماء تقريبا 40 نجم لكل نجم معروف في طول صعوده بأسمائه بتركيبه أشهرها ماذا هنا النجم القطبي هذا هو النجم القطبي أشهرها النجم القطبي اللي قلنا عليه ما يتحركش النجم كلها تتحرك هذا ما يتحركش كل نجم تدور حوله وما يتحركش وهذا النجم القريبة له هي قلنا النجوم القطبية المجموعات الكويكبات النجوم القطبية التي لا تغيب في الليل يعني عنا في شمال الكرة الأرضية يعني وهناك نجوم أخرى تطلع وتغرب يعني تشرق وتطلع يعني تظهر في الليل تظهر وتختفي كالشمس والشيء الأساسي كذلك هو هذه الدائرة الكسوفية هي الدائرة الكسوفية التي رسمناها اللي راهي ميلة عن دائرة الاستواء ب 23 درجة ونصف ممتاز اللي فيها البروج فهذه تثبت وتتحرك بكل واحد ساعة ب 15 درجة هذه شيء آخر تفضل الطبيب شيء آخر أن هذه الصفيحة أو صفائح هذه الصفائح هي إسقاط للموقع الذي نحن فيه
بمعنى اسقاط قبة سماوية على الجزاء العاصمة هذه، هذا الوجه، هذه اللوحة، هذه هي خاصة بالجزاء العاصمة. ولكل نعم كل مدينة عندها نعم وحدة مختلفة على الأخرى. لكل مدينة لها يعني لها إسقاط للقبة السماوية مختلف عن مدينة يعني كان أخرى. المؤقتون السابقون أثناء سيرهم جاي يعني من فاس أو كذا ماشي إلى تلمسان ثم إلى بجاية ثم يعني ماشي قيروان ثم إلى الحج مثلا، كلما وصل إلى بلد ما يعني ينزع الصفيحة اللي كان فيها ويضع الصفيحة التي تتطابق مع البلد الذي هو يحل، حتى في الأوقات الشروق غروب الزوال والعصر ومنتصف الليل وغيرها فكتنقل. فهذه الصفيحة، فهذه الصفائح منها من فيها 6-8 كل أسرة بحال يعني شحال فيه. فهذه الصفيحة تخص الجزاء العاصمة، وأخرى لمكة المكرمة، وثالثة لغردايا، ورابعة لإسطنبول. تم اختيار هذه المدن باعتبار خطوط العرض، يعني مثلا غردايا أو مكة المكرمة قريب. مكة المكرمة هي مكان أشرف المعلم نتاعنا، لازم سبقونا نعم بطبيعة الحال. وغردايا لأنها قريبة من خط الاستواء، غردايا لأنه حاولت أن أخذ الصفائح تكون متباعدة، لأن كل مدينة لها خط عرض لغردايا تصلح لها غردايا، مثل مدينة في ليبيا أو في الكويت أو في أي بلد كان يعني لها نفس الخط تصلح له صفيحة غردايا، وكل مدينة لها خط عرض مثل الجزائر العاصمة تصلح. حتى المؤقتون يكتبون هنا لعرض مدينة الجزائر ولكل بلد عرضه كعرضه، من كل عروض المقاربة تصلح له هذه الصفيحة. فيها خط الأفق الهوريزون هذا اللي شفناه في الحصة السابقة في الدائرة الهندية المفتوح، وفيها ساعات اليوم، ساعات فيها ساعات اليوم، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، حتى الزوال، بعد الخامسة، السادسة، حتى 12 ساعة. ساعات الصيف طويلة، هنا تمشي الشمس في فصل الصيف، الشمس تشرق ثم تغرب هنا. ساعات الصيف طويلة، وساعات الشتاء قصيرة. هذا هذه ساعات الليل والنهار، وهذه هو السموت، هذه خطوط السموت، يعني الشمس ارتفاعات الى السمت الراس الذي رايناه في كذلك. جيد، اعطيني نشوف استاذ نزيد ونتقدموا اكثر. نعم طيبه. وعندنا هذه تسمى العضاضه مسطره، يؤخذ بها ارتفاع الشمس او نجم او قمر او اي جسم في السماء، او ارتفاع جبل او مكان عن مكان اخر. هذه المسطره هذه تسمى العضاضه، وفيها هدفتان، هدف العليا وهدف السفلى. لكل هدف ثقب، يعني اذا اردنا ان ناخذ ارتفاع النجم ننظر من هذا الثقب، هذا من هذا الثقب، هذا الى الثقب الثاني هذا، بحيث النجم يتحط النجم تشوفه منه وتشوفه من يعني اسقاط، يعني اصبحت نقاط على استقامه واحده. ممتاز. او الشمس يدخل ثقب ضوء الشمس من هنا ويسقط على واجهه الهدفه السفلى. جيد. فيؤخذ ماذا؟ يؤخذ ارتفاع. نعم، هذه فقط اضافتي فقط لاضبط تاريخ التاريخ معين، تستعملها باش تضبط بها التواريخ. نعم ممتاز. هذه نعم، وهذا كان يسمى البخش، هو مسمار يجمع جميع اجزاء الاسطرلاب، يسمى البخش في الاصطلاح. نعم بخش. نعم لاكس هذا واضح، اسمح لي تشوف. نعم، وهذا يسمى الفرس هذا كذلك يدخل في البخش، يشد جميع اجزاء الاسطرلاب. نعم، وهذا فقط، هذه من اضافتي فقط تقيس بها الزمن بالزمن. نعم، والا في اصحاب التخصص في النقاط يستعملوا. نعم، وهذه كذلك اداه فقط اضفتها من اجل ربط الوقت الحقيقي تاع الشمس بالوقت المدني تاع الساعه. ممتاز. هذه نعم ممتاز. نعود تركيب هذا الاسطرلاب. بسم الله، سامحني لازم تطلع حاجه سريعا. هذا الشيخ اسمح لي. دخلوا البخش. نعم هكذا. ثم تدخل الصفائح. عطنا الصفيحة لي اسطنبول هذه. نعم، ومن بعد نديروا مكة غردايا. نعم مكة المكرمة. مكة المكرمة الجزائر العاصمة.
الجزائر العاصمة. لما يتعى هنا شيخ. نعم. لما هنا. هكذا نعم. نركبها توضع ب هكذا نعم. تثبت هنا. تثبت نعم في خط الزوال اللي عرفناه في الدائرة الهندية. ثم يوضع هذا. نعم هكذا ثم يوضع هذا الأداة. لا أدري تسميتها كيف تكون. ثم نضع ماذا؟ العنكبوت هكذا. ثم نضع هذه المسطرة التي تعطينا الوقت. ثم الفرس. ثم الفرس. الفرس يجمع جميع الأجزاء. جميع الأجزاء بسم الله هكذا. ف الآن عندنا الاسترلاب مجمع. مجمع نعم. لأن حركة الاسترلاب اليومية والسنوية سريعة فقط يعني على جانب السرعة. يعني مثل اليوم قلنا الشمس نحن في 8 أفريل. ما يوم التصوير. نعم يوم التصوير يعني. أي نعم يوم التصوير 8 أفريل يعني. البرج الشمس راهي في برج الحمل في 18 درجة يعني مشي من واحد الحمل إلى اليوم 18 درجة. جاي. فنأتي إلى العنكبوت ونبحث أو قبل ذلك لابد أن نحدد وقت الزوال لنهار اليوم الوحدة غير 12 و50 دقيقة هكذا نشوف ليات من عاود نرد الصورة إلى طيب خلاص عندما ثبت خط الزوال الآن عندنا الشمس راهي تتحرك نفس السنة طول السنة تتحرك من الحمل إلى الثور الجوزاء وغير ذلك يعني. فنضع 18 درجة اللي في الحمل على خط الأفق على مثل نروح الغروب نروح الغروب نروح إلى الغروب هكذا نضع 18 درجة تاع الحمل على خط الغروب هكذا غروب الزوال أو مريح الزوال هكذا 18 درجة تاع الحمل نحطه على خط الأفق الهوريزون اللي شفناه من قبل يعني في نعم هكذا نعم ثم نأخذ المسطرة هذه ونحركها هكذا تقريبا هكذا الآن درجة 18 من الدائرة البروجية فوق على الخط الأفق تاع الجزائر العاصمة نعم. ثم هنا نقرأ مباشرة التوقيت هنا قلنا الزوال نجو جايين الوحدة اثنين أربعة خمسة ستة سبعة وكم وربع سبعة وربع نعم سبعة وربع هذا اسمه وقت المغرب المغرب سبعة وربع ولكن سبعة وما بين وربع نعم قلنا نعم. وربع ولكن هذه مد الوقت الفلكي وقت الفلكي يختلف عن الوقت الشرعي عم شفنا قلت لازم انكسار الضوء وارتفاع والارتفاع نعم من السبعة وربع نزيد لها 4 دقائق ونصف ترجع لنا 7 و19 دقيقة نعم نعم نزيد لها 3 دقائق 7 و21 تقريبا ممكن تشوف لنا في يوم الغروب يوم 8 يوم 8 8 هنا الشيخ 8 نعم 8 8 أبريل أنا في المغرب 19 و19 دقيقة تقريبا رانا قراب رانا قراب دقيقتين حنا وجدناها ناخذوا بعين الاعتبار انه هذا ما تخدمش هذا يخدم باليد يعني بالمقاده والمقص والكيتور تما كون جا مثلا يخدم بطباعه ثلاثيه الابعاد يجي مضبوط 100% وهكذا جميع المواقع عندنا في الصفيحه تاع العاصمه في كل صفائح فيها خط العصر خط الغروب خط الشروق خط الفجر وغير ذلك ما عليك الا ان تضع ماذا موقع الشمس في البرج تضعه على أي نقطة كانت يعني ممتاز تضعها على الشروق وغروب خط العصر خط الفجر خط العشاء ثم تقرأ الساعة فتعطيك الوقت يعني يحد قريب جدا يعني نعم. جيد أستاذ في الحلقة لازم لنا نديروا تطبيق عملي إيه لابد في الخارج في مكان في الخارج نعم نخرج نديروا تطبيق عملي في الشمس كيفاش نشوفوا وقت صلاة الظهر لهذا اليوم ليوم 8 أفريل عفوا مش وقت صلاة الظهر راح نشوفوا التوقيت نحن نحطوها مع الشمس نضبطه ونراقبه بالساعة قديش يخرج لنا الوقت مباشرة ونرجع للاستوديو إن شاء الله
طيب في دقيقة أو في أقل من ثواني يعني؟ نعم. يعني هل الأداة صحيح من صنعي بيدي وتخطيطي وتقطيعي وذلك، ولكن الفضل لله تعالى أولا حتى ثم إلى الأستاذ القادر الفلكي المشهور الرياضي الحاسب يعني أستاذ عزيز يعني كثيرا، كان يعني باحث سابق في المرصد الفلكي في بوزريعة، يعني هو من يعني أعانني يعني خطوة خطوة، علمك علمني من ألفه إلى يائه، يعني كل شيء كان ماذا كان بفضله وبتوجيهه لحد الساعة، يعني مازال أتعلم من عنده. وقال ما وقلت لي أستاذ ما حبش يذكر اسمه. لا يريد ما دام لا يبدو ذكر، يعني إن شاء الله نحسبه من الصادقين من الإنسان الباحثين، يعني يعرف الرياضيات ويعرف الفلك ويعرف العلوم، يعني متفنن، يعني إنسان يعني متواضع. نحن تمنينا كنا نعرفوا اسمه، لأنه هذو هما العلماء الجزائر اللي لازم الناس تعرفهم تتعلم منهم. نعم. تقرب منهم في مجتمع للأسف، وأقولها بكل مرارة، مجتمعنا الجزائر لا يعرف علماءه بقدر ما يعرف علماء المشرق والمغربي. نعم أستاذ بارك الله فيك، وكذا جميع الإخوة والأصدقاء والذين يعني يساعدون في، لأنه يأخذ وقت وأدوات وأدوات تقطيع، ويعني يعني هذا ممكن صنعته تقريبا في ممكن في 4 أو 5 شهور باش كملت، يعني يشد لك وقت، يعني ان شاء الله، لأن تقطع بدرجة واحدة إيه يروح الزمن، يعني وبالتالي خدمت وعاود دقيق يعني، وكله باليد، يعني احنا نروح نشوفه في مباشرة ونعود نرجعوا ليتك معنا نرفع ظلما ننصر حقا ليتك. وبعد نحاول في هذه الوضعية أن نعرف وقت الساعة المستعملة باليد، يعني أو معروف عند الناس عن طريق هذا الأسترلاب الذي تعرفنا على ذكر مكوناته ووظائفه من قبل. يعني أول شيء أو نبحث عن اليوم، عن اليوم الذي نحن فيه، يوم 8 أبريل هكذا، 8 أبريل يوافق 18 من برج الحمل، 18 من برج الحمل، فالشمس قطعت 18 درجة من برج الحمل. ثم نأتي إلى وجه الأسترلاب ونحدد وقت الزوال لهذا اليوم، معناها زوال اليوم بقانون الزوال يخرج، يعني يكون على 12:50، فنحدد هنا 12:50 هكذا، 12:50 و50 دقيقة، ثم نبحث عن البرج أن موقع الشمس في البرج في الحمل هنا، فنأتي إلى برج الحمل هنا ونضع عليه علامة، هي علامة هنا، علامة نأتي لأخذ ارتفاع الشمس في هذه اللحظة بالطريقة الآتية من خلال هذه العضاضة التي ذكرناها من قبل، العضاضة والهدفتين، نحاول أن نطبق الهدفتين عن بعضهما البعض بالطريقة هذه، هكذا، يعني نزين الشمس، يعني الشمس في هذه اللحظة الشمس في هذه اللحظة مرتفعة من 0, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 درجة. في هذه اللحظة الشمس مرتفعة عن خط الأفق ب 55 درجة. نأتي إلى وجه الأسترلاب ونضع، قلنا الشمس ترتفع أو الشمس في هذه اللحظة مرتفعة بقدر 55 درجة، فنرفع برج الحمل إلى 55 درجة من خط الأفق، يعني 0, 10, 20, 30, 40, 50، ونأتي إلى هنا تقريبا ونضع هذا المؤشر في 55 تقريبا، هكذا، فنقرأ الساعة 11 و30
تقريبا 35 دقيقة. 11:36 دقيقة. إيه 11:36 دقيقة. نعم. يعني الأداة هذه مصنوعة باليد كل حال، ليست بآلة وغير ذلك، ممكن زيادة دقيقة أو دقيقتين أو ارتياب زيادة بدقيقة أو اثنين بزيادة أو بالنقصان يعني. يعني لو كانت مصنوعة بالآلات لكانت تكون أحسن يعني. يعني هذه أساس الفكرة، هذه أساس فكرة عمل الأسطورة يعني، بين أمور نقدر نعرف بها يعني الوقت في أي لحظة من الليل أو النهار. في الليل بالشمس، عفوا في النهار بالشمس، في النهار بالشمس، وفي الليل بهذه النجوم التي هي راهي هنا على شكل شظايا معلومة في السماء تحصل. ليتك معنا نرفع ظلما ننصر حقا. رجعنا للاستوديو، شفنا كيفاش تطبيق عملي في مكان فيه الشمس مباشرة، كيفاش يتم استعمال الاسترلاب. تفضل أستاذ قتلية. فقط في هذا المجال يعني أحث وأدعو الشباب وكل من له يطلب العلم في الجامعات والثانويات لأنه يهتم بالرياضيات خاصة، الرياضيات والفيزياء وشارع بطلعة الحال والفقه والتاريخ، يعني العلوم تراكمية ومتداخلة. بالتالي في مسائل عديدة ممكن في الفقه أو في مجال ما منفهمهاش أو في الطب مثلا ترجع إلى فن آخر، إلى علم آخر، نعم، تجد مفاتيحه. نعم. فالعلوم بقدر احترامنا للتخصص واحترامنا أو حاجتنا للتخصص، بقدر أن الإنسان يكون ماذا، يكون ملم ببعض المباحث التي تعينه على فهم تخصصه. هو ملاحظة. نعم. أستاذ، أنه من يستطيع، من يوفقه الله أنه يقرأ علمين في نفس الوقت ويتبحر فيهم، قد يكتشف كثير من القضايا في العلمين تغيب عن عقول كثير من الناس. يعني مثلا تقرأ شريعة فقط، مش كما تقرأ شريعة ورياضيات. ابن رشد. نعم. طبيبة، فيلسوف، فقيه، وهكذا غير من. نعم. يعني. نعم. كانوا يعني يجمعون فشتى علوما يعني شتى فيما يديم. ممتاز. وهل العلوم متداخلة؟ جيد. قد تفقد شيئا مفتاحا فيك لا في علم تجده في علم آخر. وهكذا يعني. نعم. بالتوفيق إن شاء الله. ربي يبارك فيك أستاذ. في نهاية الحلقة نقول رسالتين. الرسالة الأولى اللي قالها الأستاذ، وذي الرسالة أوجهها للشباب اللي راه داخل للجامعة وللأساتذة والدكاترة والباحثين اللي كملوا المسار المهني. العلم ما يتوقفش بمجرد أنك تأخذ الشهادة، زيد روح ابحث وتعلم في مجالات أخرى من غير مجال تخصصك، وتعمق في مجال تخصصك باش تقدر تقدم للأمة وتكتشف أشياء وتقدم إضافات. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية وهي أنه لما تكلمنا على الاسترلاب، الغاية مش نحكي وبرك على تاريخنا ونتغنى بأمجادنا، لا، الغاية أن نعرف تاريخنا، نعرف من نحن، ونعرف هذه الاستعمالات في العلم وفي ديننا، وفي نفس الوقت نفهم التحديات الحضارية اللي راهي تواجهنا ما نقدروش نواجهها بالعقلية المستلبة. والإجابة تاع الكلام تاعي هذا سيتضح جيدا في آخر حلقة، الحلقة القادمة إن شاء الله، آخر حلقة في موضوع الوقت مع الأستاذ. نتكلم على موضوع الحلقة الجاية مهمة جدا جدا جدا، فتابعونا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليتك معنا ما تهنا في ظلام الجهل، ليتك معنا ما أغفلنا دور العقل وتراجعنا بين الأمم. ليتك معنا نرفع ظلما ننصر.